السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. لقد شرع الله تعالى الزواج لأهداف متعددة وحكم سامية، ومنها تكاثر النسل، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن أهداف الزواج أيضا ومن حكمه تحقيق العفاف، فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكذلك لإيجاد المودة والرحمة بين الزوج والزوجة، فلقد قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكذلك لوجود اللذة والمتعة، قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. أنا عايز أقول بعد ذكر شيء من أهداف النكاح وهذه الحكم السامية، ظهر في السنوات الأخيرة ما يسميه الناس بزواج المسيار، وبدأ يدلعوا في الأيام دي وينشروا على الفضائيات بزواج البارت تايم. وهذا الزواج هنتكلم عنه، هل هو صحيح من الناحية الشرعية ولا غير صحيح؟ طب أي حد ممكن يتزوج بهذه الطريقة أو لا، اللي هو زواج البارت تايم أو ما يسمى قديم بزواج المسيار. ونتكلم عن الأسباب التي دعت إلى ظهور هذا الزواج، وأسباب خاصة بالرجل، خاصة بالمرأة، خاصة بالمجتمع. ونتكلم إمتى بدأ الزواج ده ينتشر، ومتى عرف نشأته، يعني كان سنة كام، وفي أي المناطق، وحكمه من الناحية الشرعية، ونفصل فيه تفصيلا إن شاء الله تعالى. بلا شك بأن هذا الزواج البارت تايم أو زواج المسيار له أسباب كثيرة، ولكن قبل ذكر الأسباب نقول المسيار هو الرجل كثير السير. يعني سموه للمسيار لأن الزوج يذهب إلى زوجته غالبا في زيارات نهارية. يعني دايما الزوج بيذهب لزوجته في زواج البارت تايم أو زواج المسيار في وقت النهار. وده كان معروف في القديم عند الفقهاء بزواج النهاريات، بزواج النهاريات. وهو أن يشترط الزوج، ده تعريف بقى زواج المسيار أو البارت تايم كما هو المشهور الآن، هو أن يشترط الزوج أن تكون علاقته بزوجته في النهار. يعني علاقة الزوج بالزوجة بيكون في وقت النهار، وذلك حرصا على مبيته عند الزوجة الأولى في الليل. وقالوا إيه العلماء؟ قالوا هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي بأن المرأة الزوجة يعني تتنازل عن بعض حقوقها، زي إيه؟ ألا تطالب الزوج بالنفقة أو المبيت الليل إن كان متزوجا. وفي الغالب بيكون زواج المسيار هو الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع، وهو نوع من تعدد الزوجات. نشأة زواج المسيار لم يمضي وقت طويل على نشأة هذا الزواج وتسمية الجديدة البارت تايم، وقد عرف هذا الزواج من سنوات، وظهر لأول مرة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، ثم انتشر وهو مشهور في منطقة نجد، كذلك في بلاد الحجاز، وبيسموه الضحوية أو الضحوية، بمعنى أن الزوج يتزوج المرأة ويأتي لها في وقت الضحى ثم يرحل عنها. وكان الزواج ده تقريبا أو انتشاره أو نشأته منذ 50 سنة تقريبا. ولهذا الزواج أسباب، يعني بدأ ظهور هذا الزواج لأسباب متعددة، في أسباب تتعلق بالأزواج، وأسباب تتعلق بالزوجات، وأسباب تتعلق بالمجتمع، أو نسميه أسباب تتعلق بالرجال، جنس الرجال وجنس النساء، وأسباب تتعلق بالمجتمع. تعال نقول ليه بدأوا يقولوا يا جماعة بحبحوا الدنيا شوية وافتحوها في زواج المسيار. فقال لك إن في أسباب تتعلق بالنساء، ومنها العنوسة، عنوسة المرأة. والعنوسة يعني الآن صارت شيء مخيف، بل هو شبح يهدد كثير جدا 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 من بيوت المسلمين،
وكذلك طلاق المرأة أو أن المرأة ترملة بسبب موت زوجها، وهذا كثير في المجتمعات العربية. فقال لك أن في بعض النساء أو كثير من النساء يتمنوا أن يفتح الباب طالما أنها مطلقة أو أن هي عانس أو أنها ترملة بموت زوجها، فتقول يا جماعة خلاص أنا أوافق على زواج المسيار على زواج المسيار أو البارت تايم. كذلك من الأسباب الداعية إلى انتشار هذا الزواج رفض كثير من النساء لفكرة التعدد، مما أدى واضطر بعض الرجال إلى أن يخفوا الزواج الثاني. وهو لو خلى الزواج الثاني كالزواج الأول، يعني مبيت ونفقة والقسمة في المبيت بين الزوجة الأولى والثانية، الزوجة الأولى ستعرف فيعمل إيه، فيقول يا جماعة خلاص أنا لي شهوة وشهوتي تغلبني وزوجاتي غير مكفياني ولعلي أقع فيما حرم الله والنكاح في حقي واجب، فأنا أتزوج زواج المسيار. فيأتي إلى امرأة مطلقة أو ترملت بموت زوجها أو كانت بكرا ولكنها كبر سنها، فتبدأ تقول له خلاص أنا أوافق على زواج المسيار، ما فيش عندي مشكلة خالص. ولذلك بعض النساء بتوافق على هذا الزواج لأنها في حاجة إليه، فهي في حاجة إلى أن تبقى في بيت الزوجية، كان متجوزها واحد ثم مات عنها أو طلقها ومش عايزة تطلع من نفس البيئة أو نفس المجتمع أو نفس العادات أو التقاليد أو البيئة اللي عايشة فيها دي، فتقول له بالذات لو لها أولاد، فبتقول له أنا خلاص سأبقى في بيتي، لو بيت الزوجية اللي اتجوزت فيه في الأول الزوج الأول ومات عنها أو يعني ترملت بسبب موت زوجها أو طلقها أو غيره أو حصل فيه خلع أو غيره، فتقول له أنا سأبقى في هذا البيت واتركني أنا سأكون مشغولة بأولادي ولا يناسبني إلا هذا الزواج اللي هو زواج المسيار، أن تأتي لي في وقت النهار وتذهب إلى بيتك في وقت الليل أو تأتيني في سويعات من النهار، ولا لا أكلفك نفقة ولا غيري، إنما أريد رجلا أن يكون معي وأن يحتويني ويشعر بي ولو ساعات في النهار فأنا أريد ذلك. والبعض ذكروا من ضمن الأسباب أن قد تكون المرأة معاقة لها ظروف خاصة، فأهلها يخافوا يزوجوها لعلها تظلم من هذا الزوج، فتقول له خلاص أنا سأبقى في بيت أبي، وتتفق مع والديها أو مع وليها وتقول له أنا سأظل في هذا البيت وأنا أوافق على زواج المسيار، يأتيني في أوقات معينة من النهار أو في وقت الليل أو سويعات محددة في الأسبوع وأنا أرغب في مثل هذا الزواج. وبنقول ده لهذه الحالات الخاصة اللي احنا ذكرنا. يبقى دي بعض الأسباب التي تخص النساء، يعني بعض الأسباب الخاصة بالنساء التي أدت إلى ظهور زواج البارت تايم أو زواج المسيار. عندنا أسباب تتعلق بالرجال، ومن حاجة الرجل الفطرية إلى أكثر من زوج. فهناك الكثير من الرجال خاصة في مرحلة الشباب من بعد البلوغ إلى سن 30 سنة، على الراجح كما قال النووي وغيره بأن هذه مرحلة الشباب. فالحاجة الفطرية إلى حاجة الرجل الفطرية إلى أكثر من زوجة، فهناك كثير من الرجال لا تكفيهم امرأة واحدة، وهذا ليس أمرا معيبا، وطالما أنه صرف شهوته في حلال فنقول له جزاك الله خيرا، بدلا من أن يعاتب عتابا محمودا من زوجتي أو عتاب غير محمود عتاب مذموم ويقع في كبيرة من الكبائر لو أنه زنى. فبنقول فيقول يا جماعة أنا لا تكفيني امرأة واحد، وأنا أخاف على شعور زوجتي، وأنا لي شبق شديد ورغبة جامحة، فيلجأ إلى زواج المسيار، يتفق مع امرأة ويقول لها خلاص أنت تبقي في بيت أهلك أو في بيت الزوجية وأنا سأتيك ساعة من النهار أو أتيك وقت معين، وبهذه الطريقة نعيش هذه الحياة. كذلك من الأسباب المتعلقة بالرجال رغبة بعض الرجال بزيادة الاستمتاع، فقد تكون الزوجة الأولى كبيرة في السن أو مشغولة ببيتها وأولادها ولا يجد الزوج عندها رغبته فيتزوج مسيارا، يعني مرأة كبر سنها ليس لها قدرة على أمر الفراش أو أنها تقلل منه، والزوج في حال قوة وفتوة، ولذلك قال الله تعالى والقواعد من النساء، لم يقل من الرجال، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. طب والرجل ماذا يفعل؟ يتزوج وبضوابط شرعية. فيقول يا جماعة طيب زوج أما يجي يقول لزوجته قاعدين في البلكونة واتنين قهوة وقاعد يتكلم معاه ولا حبيبي قلبي شايفة القمر ده انت أجمل من القمر، تقول له طب هات من الآخر ايه اللي وراك، فيقول لها والله أنا عاوز أتجوز، فتقول له طب ما دي خيانة بس عايز تتجوز ليه وإيه اللي ناقصك، فيبدأ يتكلم معاه تقول له هو أنا وحشة للدرجة دي، يعني أنت كل اللي عندك سلبيات مفيش فيها أي إيجابيات خالص ولا فيها حسنات،
نبدأ ندخل في شيء من المهاترات، فيقول لا أنا عارف دماغ زوجتي يا جماعة، ومهما فعلت وتكلمت معها وقلت لي ده من باب حسن العشرة أن أنا أخبرها أولا وأقول لها أن أنا هتزوج وبتاع، فيقول لا خلاص أنا مش أقول لها حاجة وسأتزوج الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع دون أن تدري. طيب كذلك من الأسباب خوف بعض الرجال من إعلان زواجه الثاني لعلم ما ستفعله الزوج لو علمت بهذا الزواج من ويلات ومصائب وخراب للبيوت. وأنا أعرف بعض إخواني لما عدد على زوجته عددت عليه وشقت جيبها ولطمت خدها ودعت بدعوى الجاهلي، وهي فتشت في التليفون وهذا غير جائز. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا يجوز لك أن تتجسسي على تليفون الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته. فلا يجوز لك التجسس على الزوج ولا وضع برنامج تنصت على الزوج، هذا غير جائز شرعا، وهذه كبيرة من الكبائر، وده بتؤدي إلى وجود الشك والوسوسة وسوء الظن وخلافات وشقاق ومشاكل كبيرة جدا. ولذلك بنقول تعطي بعض الزوجات فتفعل مثل هذا. فأختنا الكريمة دي لما زوجها عدد عليها عددت عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور، وقالت له وبدأت تفتش في التليفون، عرفت أنه متزوج زوجة ثانية، والمرأة لها حدس عالي جدا عن الرجل، يسموه الحدس السادس ولا غيره، عندها حدس عالي عن الرجل. فلما بدأت تفتش فعلمت أنه قد تزوج الزوجة الثانية. طب وماذا أفعل؟ قال تكتم علي أمري حتى أتأكد منه. في جلسة كده قالت له يا حبيبي ما أجمل ما فيه، قال هذا شعرك. قالت له ما شاء الله ما شاء الله، فأمسكت بالمقص أو الموس ولا غيره وقامت جايبة شعرها كله على الأرض. إيه مجنونة تجوزت علي؟ طب أنا هعذبك بقى بأجمل ما فيه ولن تهنأ بزوجتك الثانية. والله العظيم تدخلت في هذا الخلاف بين الزوج بين الزوجة الأولى وبين الثانية والزوج، وقد حدث الفراق لزوجته الثانية. ولذلك أنا بقول لأي إنسان لما تحب تخطو هذه الخطوة اسأل أهل التخصص الأول عشان يقولوا لك اعمل إيه قبل ما قاعد مع أصحابك وفرحان إن هم معددين، فيقول يلا ما جرب ده حاجة جميلة جدا على بركة الله، لم يدرس الموضوع دراسة كافية ولا وافية وبعدين تقدم والآخر طلق بعد شهرين ثلاثة وظلم الزوجة الثانية دون ذنب أو جريرة. فدي بعض الأسباب التي تخص الرجال. تعال للأسباب بقى التي أدت إلى ظهور زواج المسيار أو البارت تايم أو بدأ الحديث عنه في الفترة الأخيرة في الإعلام بقوة. من هذه الأسباب أسباب تتعلق بالمجتمع، ومنها غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج. أنا مش متخيل والله العظيم أن رأيت قائمة الأخ كاتب فيها قائمة بمئتين ألف جنيه ومن وسط متوسط، مش هقول لك لا وسط عالي ولا فقير، انما توسط، وكاتب قائمه ب 200 الف جنيه وكبل له ذهب ب 50 الف جنيه ومؤخر 50 الف جنيه. ايه يا ابني اللي انت عامله ده يا ابني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اقلهن مهرا اكثرهن بركه. يا ابني خد واحده من نفس بيئتك ومن نفس مجتمعك وعاداتك وتقاليدك. فيقول لك هي فين يا عم الشيخ؟ موجوده، موجودين حواليك والله، وبيوت الصالحين كثر، ولكن الفساد هو الظاهر، الفساد هو الظاهر، وبيوت الصالحين فيها بنات صالحات. أقسم برب الذي رفع السماء إني لأعلم من علمائنا ودعاتنا من يزوج ابنته لشاب صالح تقي ما يكلفوش جنيه، بل بليله شقة وقول له يا ابني تعالى تزوج بس عاشرها بالمعروف، ويعامله أنه في مقام البنوة، والشاب ده يعامل حماه على أنه في مقام الأبوة. وفي بيوت كثيرة من بيوت الصالحين. طبعا بتقول لي الوقت أنا أتصل بالشيخ بعد الحلقة وهو تجوزني واحدة منهم، أقول لك طيب أسأل الله أن يرزقنا وإياك من فضله. بنقول من الأسباب غلاء المهور، من أسباب التي تتعلق بالمجتمع وأدت إلى ظهور زواج البارت سايم أو المسيار، غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، حيث يرغب بعض الرجال بالزواج من امرأة ثانية. يقول يا جماعة طيب أنا عايز أتجوز امرأة ثانية وأنا اتجوزت زواجة أولى خلاص الحمد لله، إلا أني لي رغبة شديدة جدا لعدم مثلا أنني لم أرزق بالأولاد من الأول، فبدل من أن أطلقها أحافظ عليها ولا أكسر بخاطرها وأتزوج زوجة ثانية. فيأتي يبدأ يبحث
فيلتقى في مغالاة جدا جدا في المهور وإلزام الزوج بتكاليف باهظة. ومقابل ذلك نجد في المجتمع عددا كبيرا من المطلقات والأرامل التي قد يمتلكن المال ويرغبن بالزواج من كفء صالح، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العوانس التي يرغب أولياؤهم بتزويجهم رغبة في الإعفاف والولد حتى لو أنفقوا عليهن. فهذا كله يؤدي إلى إيه؟ إلى حاجة بعض الناس زواج المسيار. هو متجوز زوجة أولى ولكن بيقول يا إخواني أنا لي ظروف خاصة، الزوجة الأولى لا تكفيني، أو اختلاف طباع بيننا ولكن لي منها ولد فأنا لا أريد الطلاق، أنا مش مرتاح فتزوج زواج ثاني. وقال أنا أخذت بكل الأسباب إنها تتعدل وإن الأمور يبقى في توافق بيننا، ما فيش. فيقول في هذه الحالة أنا أريد أن أبقي عليها ولا أطلقها، فما زال في قلبي لها خير وشيء من المودة وكذلك حفاظا على أولادي. فيقول فيروح لبيت من البيوت، يا جماعة أنا متزوج ولي أولاد عايز أتجوز زواجة ثانية، طيب عندنا مهر كذا وقائمة كذا وشبكة كذا وذهب كذا. فيجي التقى نفسه يدفع 300 400 ألف جنيه، فيقول لا طالما الأمر كذلك خلاص أنا الأمر عندي في إيه؟ أذهب إلى امرأة لها ظروف معينة ترملة بسبب موت زوجها أو أنها مطلقة أو لها ظروف خاصة وأنا سأتزوجها وفي هذه الحالة خلاص على بركة الله يبقى زواج مسيار وأذهب إليها في وقت النهار أو في وقت الضحى أو في وقت الليل السويعات ثم أذهب لأبيت في أحضان زوجتي وأولادي. وبعض أولياء الأمور للظروف الخاصة التي تمر بها البنات فيقول وأنا أوافق على هذا إن أنا أزوج ابنتي، وأنا رأيت مثل هذه الحالات. يقول عم الشيخ أنا ممكن بيتي تتجوز زواج مسيار، ليه يا عم الحاج؟ فيقول لي الأسباب الآتية 1 2 3 4. وفعلا أعرف إن الحالة دي مع دراسة الموضوع من جميع جوانبه لا يصلح معها إلا زواج المسيار. فدي الأسباب التي أدت، أسباب تتعلق بالرجال لانتشار هذا الزواج وكذلك تتعلق بالنساء وكذلك المجتمع. ومن المجتمع أيضا نظرة المجتمع نفسه بشيء من الاستغراب والازدراء والاحتقار للرجل الذي يرغب بالتعدد. هل يشترط على الزوج أن يخبر زوجته بأنه سيتزوج زوجة ثانية؟ لا يشترط ولا يؤثر في صحة عقد النكاح، بل هو الزواج لو مكتمل الأركان تعيين الزوج والزوجة في إشهار ولي ومهر وكل الأركان المعروفة عند أهل العلم وكذلك شروط النكاح فالنكاح صحيح، إلا أن ذلك ليس من حسن العشرة. إنما من حسن العشرة أن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، اقعد اتكلم معاها مرة واثنين وثلاثة وعشرة تنصالح وتغير من عادتها أو تغير من طريقة أسلوبها في المعيشة أو طريقة ردها عليك أو عدم توافقها معك، الكلام اللي أنت عاوزه. وتريد التعدد ابدأ مهد لها قبلها بفترة والأمر ما يجيش عنوة، لأن المرأة قد تتخذ قرار في لحظة تقول خلاص أنا سأطلق، ولو رجعت للبيئة التي عاشت فيها في بيت أبيها هم أصلا ما بحبوش أهل الدين غالبا، أو الفكرة دي بالنسبة لهم كأنه زنا. وأنا سمعت من بعض المجنونات لما بتكلم معاها بتقول لي أنا زوجي يعني يلف زي ما هو عاوز من الآخر كده بس يرجع لي آخر الليل. فقلت لها الذي فهمته من مرادك من كلامك ان انت بتقولي زوجي يزن مع 20 امرأة بس ترجع لي اخر. قالت له ما يبقاش انا في المجتمع اسمي زوجي معدد عليا. قلت لا حول ولا قوة الا بالله، صارت عادات الناس وتقاليد الناس وافهام الناس المضادة للدين صار من يعبد من دون الله، لا حول ولا قوة الا بالله. انا بسأل كل امرأة لو انك عقيم وهذا رزق الله عز وجل، ولد ده رزق من الله تعالى وهذا قدره ومن تمام وكمال الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره. لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره وكل شيء في هذا الكون بقدر الله تعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. فأنت قدر الله تعالى لك أن تكون عقيما وقد يكون الزوج كذلك وانت تطلب مني الطلاق، ولا عذر ولا شيء عليك ولا إثم عليك لأنك ترغبين في الولد. وكذلك الزوج، أما قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يرغب الزوج في الولد، يعيش سنة 2 3 4 5 يزيد ولم يرزق بالأولاد، فيقول يا جماعة أنا أريد أن يكون من نسل أولاد
ولي في ذلك نية، يحفظ القرآن وغير ذلك. وأنا أبارك لابنتي الكبرى هاجر، وهي في الصف الأول لإعداد الأزهار الخاص، أن الله تعالى قد امتن عليها بحفظ القرآن كاملا بالأمس. والأمس كان يوم مولدي، يوم 2 فبراير. فأسأل الله تعالى أن يبارك لها وأن يجعلها من العاملات بكتاب الله تعالى، وأن يحفظها بحفظه ويسترها بستره، وأن يبارك فيها وفي أخواتها وإخوانها، وأن يبارك في أولادكم جميعا، وأن يجعلهم من أهل القرآن، وأن يجعلهم من أهل الله وخاصته. الشاهد يا إخواني، فيقول يا جماعة والله أنا عاوز أتزوج الزوجة الثانية، فالمجتمع بينظر بقى إلى اللي هيتجوز زوجة ثانية إن ده إنسان قد فعل منكرا من القول وزوره، فيتهم المجتمع بأنه شهواني ولا هم له إلا النساء، وقد يكون هذا الرجل بحاجة فعلية إلى امرأة، إن أنت يا بنت لم ترزقي بالأولاد مثلا، فيقول أنا سأقي على زوجتي ولا أحبها، وبيني وبينها ود، وبيني وبينها رحمة، وبيننا تواصل ولغة حوار وكل حاجة جميلة، وقد يتزوج الزوجة الثانية وترزق الأولى، وقد رأيت والله هذا بعيني. يعني تظل الزوجة الأولى 10 سنوات لم ترزق بالأولاد، فأقول يا جماعة خلاص أنا سأتزوج زوجة ثانية، يبدأ يكلمها بالمعروف ويقول لها يا بنتي أنا بحبك وبحافظ عليكي، فلا تطلب الطلاق وما تهديش البيت، وهو ممكن يستغني، ولكن يقول لا أنا إبقاء عليك وعدم كسر لخاطرك أنا سأتزوج زوجة ثانية وخلاص، وتبقي على ذمتي، ويتفق على هذا. يأتي بقى المجتمع من حولي، أمها وأبوها وإخواتها والعيلة والهيصة والجيران والصيحبات الفاسقات والكلام بقى الشياطين، ازاي ورجل شهواني؟ يا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أكرم لك يا ابنتي، أكرم لك بأن تبقين تحت يدي رجل صالح يحافظ عليك. أسألها يا بنتي زوجك صالح؟ تصالح جدا ودين وإنسان تقي وحبني ويكرمني ويعشرني بالمعروف ويكرم أهلي، طب إيه المشكلة ما تزوج؟ سيعدل بينك وبين الأولى، تزوج الثانية رزقت الأولى بحمل في نفس التوقيت التي رزقت فيه الزوجة الثانية بحمل، سبحان ربي العظيم الحكيم، سبحانه وبحمده. ولذلك نظرة المجتمع بقى بتؤدي إلى انتشار مثل هذا الزواج، بارت الطيب أو المسيار، إن المجتمع بينظر إلى هذا الزواج بشيء من الاستغراب والازدراء والاحتقار، وإزاي يعدد؟ عدد إيه؟ ده نعدد عليه. وبلا شك بأن هذا الأمر يضطر الرجل إلى يقول طيب خلاص أنتوا مش عاوزين نتجوز، خلاص مش هتجوز يا جماعة على بركة الله. إذا كان كثير الأسفار مثلا بيسافر المملكة وبيرجع الإمارات وبيرجع أمريكا وبيرجع أي مكان، يتخذ له زوجة هناك في الوقت اللي مسافر فيه يبقى عندها، والوقت الباقي يبقى في بلده. وقد يكون ده من ضمن الأسباب، واحد عايش في القاهرة يعمل في القاهرة وزوجته في المنصورة مثلا، وينزل إليه كل شهر أو كل أسبوعين ثلاثة، فأقول يا جماعة أنا شاب وأخاف أن أفتن، والنساء حولي في كل مكان، ماذا أفعل؟ صوم؟ ألا أنا صمت والأمر عندي فيه شهوة وعندي فيه قوة، ماذا أفعل مع دراسة الموضوع؟ فيقول لا لا لا، أنا عارف من نفسي أنني أحتاج إلى زوج، أن أشعر بالأمان وحد يطبخ لي ويكنسني ويغسل لي وطبطب عليا وحنن عليا ومعايا بالليل ويبقى في وقت بيني وبينه وفي شيء من المعاشرة، أنا محتاج ده كرجل، وده احتياجات فطرية لأي رجل في الدنيا، صالحا غير صالح، مسلم كافر بري فاجر عاقل مجنون، كل إنسان له هذه الاحتياجات الغريزية أو الفطرية. فطبعا المجتمع يقول إزاي؟ فيقول طيب خلاص أنا سأضطر إلى إخفاء زواجي عن أعين الناس، وكمان إن زوجته الثانية لو أنها مطلقة أو أرملة أو غيره وتحتاج إلى زوج ستخفف عليه في تكاليف الزواج، فيقول خلاص يا جماعة أنا مش هتجوز، ويخفي هذا الأمر، يعني مش هتجوز يعني الآن، ويعرض في الكلام أو شيء من المداراة، وبعدين يبدأ يتزوج الزوجة الثانية، وبعد فجأة 2 3 4 يقول يا جماعة باركولي ده أنا اتجوزت وعندي أولاد، إيه ده والدنيا تقوم، طب تقوم ليه؟ هو قال يا جماعة من الأول أنا في حاجة إلى امرأة، طب تعالي يا بنت اتقري معايا القاهرة، تقول له لا عايز أعيش مع أبويا وأمي، طب أنت قاعدة جنب أبوك وأمك طيب، والرجل ده نعمل في حقه إيه؟ نعمل إيه في الرجل ده؟ فيقول لك لا خلاص يا جماعة ما يعني ما هو ظروفه كده ويأقلم نفسه على كده، يعني يزني؟ يقول له ما نعرفش، أمال نعمل إيه؟ ضعوا حلولا. طب ربنا عز وجل جاب الحلول الشرعي، يقول لك لا احنا ما مش موافقين على الكلام ده، وبنتنا لو تزوجت من هنا طلقها من هنا. انا بقول يا بنتي اتقي الله، لو في ظروف خاصه لزوجك
وعارفة أنه هو فعلا في حاجة إلى امرأة، ادفعي إلى ذلك بشرط أن يحسن العشرة، يقسم بينكم في المبيت، في شيء من الإنفاق، يبقى في عدل، يبقى في ود، يبقى في سكينة، يحتويك أكثر ويشعرك بالأمان إلى غير ذلك. والأمر لا عندي ليس باليسير، حتى لما بيجي إخوة يكلموني في التليفون ولو كانوا من الدعاء من أصحابي، عايزين الشيخ نتجوز وشوف لنا أي أخت من الأخوات اللي بيحضروا معك الدورات، فأقول له طيب أنا سوى عاملك معاملة أي شاب جاي يقول لي أنا عايز أتجوز، أقعد معاه وأسأله 60 سؤال ونبدأ نتناقش وأحط له مواقف عملية بتحدث في فترة التعدد وهو معدد، كيف تتصرف؟ وحد التفكير عنده حل واحد هنخرب الدنيا، يبقى لابد أن يكون في مجموعة من الحلول وكل حل فيه ما يترتب عليه من نتائج، نختاره للحالة دي. وأخبار جيبك إيه؟ واللي عاوز يعدد، ما ينفعش يكون معاك فلوس لبيتين، لبيتين المفترض معاك فلوس لثلاث بيوت واربع بيوت، ليه برضه؟ الاولى اسف قلبه بوزها، والثانيه متخانقه، ودي بتاكد عليك، ودي مزعلاك، طب انت عاوز تصالح هنا هتجيب هديه، وعاوز هنا هتخرج خروجه، وعاوز هنا هتفسح مره، شغلانه طويله عريضه، فمحتاج يكون معاك شيء من المال. وانا بقول يا اخوانا اقسم بالله الذي رفع السماء، امر التعدد ليس باليسير، ولا يصلح له كل احد. وعندنا اركان لنجاح التعدد، وهيجي لنا حلقات ان شاء الله تعالى قريبا جدا هعملها عن التعدد والشبهات والكلام فيها، ومين يعدل ومين ما عدتش، ومين يوافق او لا يوافق، وكلام طويل ان شاء الله تعالى. فبقول عشان ينجح التعدد عندنا اركان، الزوجه الاولى بصفاتها وسماتها واهلها، والزوجه الثانيه بصفاتها وسماتها واهلها، والزوج نفسه بصفاته وسماته. الثلاثه دول لابد أن يدرسه دراسة كافية، لأن ممكن يكون خراب بيتك الثاني هي أمك مش زوجتك، حاطة في دماغها طالما الواد عدد أبوه ممكن يعدد، هي قالت لي كده والله، قالت لي طالما ابن عدد أبوه ممكن يفكر يعدد، فأنا ما أوافقش على الكلام. يا حاج ابنك في حاجة إلى ذلك، والنكاح في حقه واجب، وزوجته لها مرض ولها ظروف معينة، تقول ولو كان برضه ده يطلعها احسن، لا حول ولا قوه الا بالله. فقد ياتيك السهم من غير ان تدري، انت معتقد ان هيجي لك الخراب من زوجتك، قد ياتي الخراب من امك او من ابوك او اخواتك يقاطعوك. وقد تكون القصه في زوجتك الثانيه، ليست لها حكمه في التصرف ولا عندها صبر جميل وغيرتها غير مذمومه، واللي اشترطته لا توافق عليه، وبعد اسبوعين ثلاثه لما ذاقت لذه الزواج وانت لا اوعي تخبر زوجتي الاولى، تقول لك هتصل بها واعرفها، فقد يأتيك المشكلة من هذه الزوجة. عشان كده بقول لك الموضوع محتاج إلى دراسة كافية ووافية قبل الدخول في هذا الموضوع. طيب تعالوا بقى نتكلم عن حكم زواج المسيار. عندنا ثلاث آراء للفقهاء في هذه المسألة، القول بإباحته مع الكراهة، قال هو مباح ولكن في كراهة، ونفصل في المسألة. القول الثاني قال بالتحريم، قال يا جماعة زواج المسيار ده مع انه في ولي وفي اشهار وفي يعني اشهار، يعني الاسره عارفه اسره الزوجه والناس اللي حواليهم، ولكن زوجته الاولى ولا ما يعرفوش، وده نوع من الاشهار، يعني متوفر الزوجين وفي الولي وفي اشهار وفي مهر وكل حاجه، ولكن ما فيش مساله ان ينفق مثلا او المبيت الدائم او غير ذلك. العلماء قال لك بعض الفقهاء قالوا القول بالتحريم او عدم مشروعيه هذا الزواج. طيب هذا الراي الثاني. الرأي الثالث قال بالتوقف، قالوا محتاجين ندرس الموضوع دراسة كافية وهنتوقف في هذه المسألة. يبقى عندنا حكم زواج البارت تايم أو زواج المسيار، عندنا ثلاث آراء، القول بإباحته مع الكراهة، والقول بالتحريم أو عدم مشروعيته، والقول بالتوقف. طيب تعالوا نقول بقى القائلون بالإباحة مع الكراهة فيقولون هو إيه؟ قالوا هو مباح، لأنه زواج مكتمل لشروط وأركان النكاح، يبقى كده مباح. إلا أن الكراهة تأتي منين؟ أنه يفتقر إلى مقاصد الشريعة في الزواج، اللي هي إيه؟ السكن والمودة والرحمة بين الزوج والزوج، والإشراف على الأهل، والإشراف على تربية الأولاد، ورعاية الأسرة. وده فعلا بيبقى فيه صعوبة شوية، والأولاد غالبا غالبا في السيطرة على الأولاد غالب الوقت. عشان كده بنقول الرأي الأول قال الزواج مباح لأنه مكتمل لشروط وأركان النكاح، إلا أن الكراهة تأتي منين؟ إلى أن الكراهة تأتي من ناحية أنه يفتقر إلى مقاصد الشريعة في الزواج، من ناحية السكن والمودة والرحمة والألفة بين الزوجين والإشراف على الأولاد وتربية الأولاد ورعاية الأسر. طيب هذا الرأي الأولاني. الرأي الثاني قال بالتحريم،
طب التحريم ليه يا جماعة؟ قالوا لأمور. قالوا يترتب على الزواج المسيار كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج، في المودة، السكن، العفاف، الطهر، ضياع الأولاد، السرية في الحياة الزوجية وعدم إعلان ذلك. وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون ويرتاب بوضعهما، وكثيرا ما يتهم بالوقوع في الزنا أو الحرام، فهو سدا للذرائع، لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. يبقى الرأي التاني اللي قال بالتحريم، قال يا جماعة لأن الزواج ده مقاصد الشرع مش متوفرة فيه، لا في سكن ولا مودة ولا رحمة ولا غيره، وما فيش رعاية للزوجة والأولاد ولا الأهل، وقد يظن بهم الجيران ظن السوء. قالوا يا جماعة الناس دي الموضوع واحد طالع وداخل ومش موجود على طول يظن، فقالوا لا احنا خلاص من باب سد الذرائع، فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. قال لك مخالفة هذا الزواج للزواج الذي جاءت به الشريعة من تحقيق السكن والمودة والرحمة وتربية الذرية الصالحة وقوامة الزوج على زوجه. قالوا في هذا الزواج استغلال للمرأة، فهو يلبي رغباته الجنسية ولا هدف له إلا ذلك من غير أن يتكلف شيئا في هذا الزواج. وقال لك هذا الزواج سيكون مدخلا للفساد والإفساد، وهو ليس بعيدا عن الزنا، حيث يتساهل فيه من ناحية المهر يعني، ولا يتحمل الزوج مسؤولية الأسرة، ويسهل عليه أن يطلق في أي وقت. فقالوا من أجل هذه الأمور من باب سد الذرائع وما أدى إلى الحرام فهو حرام، يبقى الحكم فيه التحريم. الرأي الثالث قال لك يا جماعة إحنا نتوقف في هذه المسألة، أي أن الحكم لم يظهر لنا وإحنا محتاجين إلى مزيد نظر ومزيد تأمل. طيب أدت الآراء الثلاث، يبقى الرأي الأول كراهة مع الإباحة، الإباحة مع الكراهة، والرأي الثاني قال بالتحريم، والرأي الثالث قال بالتوقف. الراجح بقى أنه أقرب إلى الصحة منه إلى الفساد، بشرط أن يوثق أن هذه زوجة، يوثق في المحكمة أو يوثق عند المأذون، وألا يذكر شرط إسقاط النفقة والسكنة والمبيت في صلب العقد. ليه؟ المرأة ممكن تجي في بعد فترة تقول له لا أنا عايزك تبات عندي، عاوزك تنفق علي، عايزك تبقى موجود معايا وتقسم بيني وبينها، مع إن في شروط، بس في الغالب المرأة بترجع عن هذه الشروط. وقد رأيت هذا في الناس المعددة، يأتي يكتب ورقة عقدي بينه وبينها وشهد عليها جمهورية مصر العربية، يا جماعة امضوا هنا والكل شهود اهو إن أنا اتفقت معك على أنك ليس لك عندي في اليوم إلا ساعتين من كذا لكذا، أو في أي وقت أكون فاضي فيه، أو أنت ليس لك عندي نفقة ولا مبيت ولا كلام. موافقة؟ تقول له موافقون باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية كله. طب الحمد لله. بعد شهرين ثلاثة قالت إيه ده؟ هو أنا مش زوجة؟ ولي حقوق؟ وبيجي أستمتع بس؟ لابد أتحمل مسؤولية الأولاد ولابد أن ينفق علي. فترجع في كلام ويشال ويتحط ونروح ونيجي وندق ولا فايده. هتقول له خلاص يا زواج يا طلاق، يعني يا اما تتجوزي زواج كالزواج الاول وتديني كل حقوقي او ان اطلق منك. فلذلك العلماء قالوا ان هذا الزواج اقرب الى الصحه منه الى الفساد، بشرط ان يوثق والا يكتب في صلب العقد اسقاط النفقه والسكنه والمبيت، والا يعمم، وده شرط غاية في الأهمية، ألا يعمم بل لكل حالة لبوسها. يعني في حالات فعلا تحتاج إلى زواج المسيار، في حالات في المجتمع كده محتاجة لزواج المسيار، ولو ساعتين ثلاثة في اليوم ما عندهاش مانع، مع إسقاط النفقة ما فيش مشكلة ولا المبيت، تقول له أنا موافقة بس يبقى ليا زوج والناس يبقى عارفة إن ليا زوج. فبهذه القيود يبقى ده الراجح في هذه المسألة، إن الزواج ده أقرب إلى الصحة منه إلى الفساد، شرط أن يكون موثق، يوثق في المحكمة أو عند المأذون، وألا يذكر في إسقاط النفقة والسكنة والمبيت في صلب العقد، والحاجة الثالثة ألا يعمم بل لكل حالة أمرها الخاص. واحد يقول لي طب الزواج ده مش زي زواج المتعة؟ هقول لك دلوقتي، تعالى نعمل مقارنة بين زواج البارت تايم أو المسيار وبين النكاح المعروف. المسيار
بيوصف الشهود بكتمانه، محدش يقول لحد حاجه، اكتموا عليا الامر. طب وفي النكاح متحقق الاهداف اللي هو النكاح الشرعي اللي احنا بنتجوزه او النكاح الطبيعي، لا يوصى الشهود بالكتمان، بل الناس بتهيص وتفرح وكلها بيقولوا. في زواج المسيار تسقط نفقة المرأة، المرأة بتسقط حقها أو بعض حقها في المبيت أو النفقة أو المسكن. أما في الزواج متحقق الأهداف لا يوجد هذا غالبا، المرأة لها نفقة ومبيت وسكنة وكل حاجة. في زواج المسيار تضعف فيه القوامة والإدارة للبيت، والزواج متحقق الأهداف بيكون الرجل غالبا كامل القوامة على امرأته وعلى أولاده. زواج المسيار بتكون الزوجة هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أما في النكاح متحقق الأهداف قد تكون الزوجة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. يبقى دي مقارنة بين المسيار وبين النكاح المعروف أو النكاح متحقق الأهداف. تعال نعمل مقارنة بين زواج المسيار ونكاح المتعة الموجود عند الشيعة. المسيار زواج دائم ولا علاقة له بالمدة، يعني ما قالوش يا جماعة احنا عندنا مدة معينة هنتجوز مدة سنتين ونتطلق او شهرين ونتطلق، فيش الكلام ده، لم يكتبوا هذا ولم يتفقوا على هذا. فزواج المسيار هو زواج دائم ولا علاقة له بالمدة، ولا ينتهي الا يا اما في طلاق او فسخ او خلع. طب وزواج المتعة مؤقت ومحدد بمدة معينة مقابل اجر، تاخد فلوس او مهر معين، وبمجرد انتهاء المدة اتفقوا مثلا على مدة شهر شهرين ثلاثة أربعة يوم اثنين ساعتين ثلاثة، بمجرد انتهاء المدة ينتهي هذا الزواج تلقائيا، لا يطلقها ولا في فسخ ولا غيره. أقول تاني؟ يبقى تاني مقارنة بين زواج المسيار ونكاح المتعة. المسيار زواج دائم ولا علاقة له بالمدة، ولا ينتهي إلا بطلاق أو خلع أو فسخ. وتعالى للمتعة مؤقت ومحدد بمدة معينة مقابل أجر معين أو مهر معين، وبمجرد انتهاء المدة ينتهي هذا الزواج تلقائيا، وليس في فسخ ولا طلاق ولا غيره. وبلا شك بأن الأمر الأول مشروع والأمر الثاني أمر محرم، بل هو عين الزنا. عندنا مشكلات بتتعلق بزواج المسيار. قال المالكية بأن العقد باطل للسرية التي بهذا النكاح، وقالوا ده قد يكون وسيلة لبعض ضعيفات النفوس أن يقعن في المحرمات، فإذا ما سئلت ادعت أنها تزوجت زواج مسيار، وقالوا غالبا ما يكون لقضاء الوطر والشهوة. ومسألة وهي مسألة ثبوت حق الزوج في النفقة والمبيت، فنفقتها حق ثابت كما قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وقال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والإجماع وجوب النفقة ما لم تنشز المرأة، وكذلك التسوية في المبيت حق واجب. قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والعد في الآية التسوية بين الزوجات في المبيت. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا، قسم المبيت يعني. نعم حاضر يا أخي الكريم. ثبوت حق الزوجة في النفقة، فقال لك إن الزوجة إذا تنازلت عن حقها في النفقة والمبيت فلا يكون هذا التنازل ملزما لها على الدوام أو واجب عليها، لأن حق النفقة والمبيت لا يقبل الإسقاط، لأنها من الحقوق التي لم تثبت في الذمة. قال قرافي إذا أسقطت المرأة نفقتها على زوجها فلها المطالبة لها بعد ذلك، وقال مالك لها الرجوع والمطالبة، وقال النووي مبينا الشروط المبطلة للزواج فيقول ما يخل بمقصود النكاح كشرط أن يطلقها أو لا يطأها، وقال ابن قدامة مبينا شروط بطلان الزواج أن يطلقها في وقت بعينه أو يعلق النكاح على شرط، والخلاصة رأي الجمهور وهو الراجح بعدم بطلان العقد. كانت هذه مسائل سريعة كده حول بدأ الكلام عنه في الفضائيات في الفترة الأخيرة، زواج البارتي تايم أو زواج المسيار، وقد ذكرنا نشأة هذا الزواج والأسباب التي أدت إلى انتشاره، سواء أسباب خاصة بالرجال أو النساء أو المجتمع، وذكرنا أقوال الفقهاء فيه، وذكرنا ما يعني
يقال حول هذا الزواج في المجتمع. فأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يرضى عنكم وأن نحقق أهداف النكاح. وأسأل الله تعالى أن نرزق الشباب المسلمين بزوجات صالحات وأن نرزق أخواتنا وبناتنا بأزواج صالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.